عليكم اصدقائي احبائي على قناتي سنان صالح. شيف سنان العبيدي، اليوم راح نسوي شوربه الجزر، شوربه كلش طيبه، وطبعا انا اسويها دائما طيبه. ان شاء الله كل الشوربات تعجبكم. 30 يوم 30 شوربه راح تاكلون من عندي، كلش طيبه. المكونات جدا سهله وبسيطه، متوفره في كل بيت، خليكم ويانا. اي اللي ما مشترك بالقناه اتمنى يشترك بالقناه ويفعل الجرس حتى من ننزل فيديو يوصل اشعار راسا له يوصل له. المهم اصدقائي، المكونات اللي نحتاجها طبعا دا اطبخ بمسجد ل 400 شخص. المكونات اللي نحتاجها هنا جزر، عندنا بصل، عندنا بطاطا مقطعه بهالشكل اصدقائي، عندنا هنا زبده، وعندنا زيت نستخدم. اوكي في ماكن هوته كارتوفل سوبر كاروت سوبر. زين هنا عندي الليمون صناعي، حامض الليمون، عصير الليمون، ماجي خضار، ماجي سائل، هذا مو شرط، اذا ما عندكم عادي ماجي الخضار يكفي. اوكي هذا عندي، بس ماجي سائل عندي يعني هنا متوفر. ملح زالس، وهنا عندي جوزة الطيب اللي هي موسكات نوس، جوزة بوة، جوزة الطيب، موسكات نوس. اوكي اصدقائي، واحتاج الى الطحين، اضافي هالطحين ميل. مكونات جدا سهله وبسيطه، اول ما نحط الزبده والزيت. اوكي اصدقائي سويه هاي الزبده والزيت، راح نخلي البصل يتقلى. يلا اخلي المكونات الباقيه، دائما البصل لازم يتقلى بهاي الطبخه. ليش؟ البصل من يتقلى يعطي نكهه كلش طيبه للشوربه، اذا ما قليتوا طعم عادي راح يصير عندكم. اوكي فنجيب البصل، يلا عبدو خلاص خلي يذوب الزبده ونرجع لكم. اصدقائي البصل عندنا نديره، يلا عبدو بلش نص ديرة بعد كافي خلاص. هذا البصل عندي نقلي اول شيء اصدقائي ونرجع لكم. اصدقائي شوفوا البصل اتقلى صار بهالشكل، شوفوا شلون. هسه شو نسوي؟ نذب عندنا الجزر، هذا الجزر حطيناه، وش نسوي بعد؟ البطاطا ايضا نحطها، شوفوا الجزر قد يصير كمية اكثر، البطاطا تعطيها نكهة وسمك شوية. هسه شو نسوي اصدقائي؟ راسا نجيب المي، نحط مي، راح نقلبها شوية حتى تنخلط سوية. هلا عبد الفتاح الله يعطيك العافية. هذا عبدو، طبعا عبدو كثير ناس يشكروك يقول الله يعطي العافية. زين عبدو؟ اي والله الله يعافيك. ها وعلى فكرة ترحموا والوالديك لأبوك، ترحموا له وقت ما سوينا الحلو، كلهم ترحموا. اي والله زين. يلا هسه شو نسوي؟ نجيب المي، راح نحط لها مي، لان البصل عندي صار، وهذا كل الباقي سلك. عبي فتح عبي مي هنا ونرجع لكم. يلا اصدقائي، وهذا المي اصدقائي هسه راح نحطه، انت تعبوه، انا بالنسبه لي عبيه، لان عندي جتريه ل 400 شخص بنطبخ. يلا واصدقائي، من تحطوا لها مي دائما غطوها حتى تفور، انتظرها هسه حد ما تفور. بالنسبه للشوربه شوفوها شلون تعرفون انه صار استوى؟ بعد ما تبلش تغلي تنتظروها 25 دقيقه او 30 دقيقه، لان نظامي البطاطا تستوي 20 دقيقه تستوي بعد ما الماء يظل يغلي. فانتوا حتى تحسبون حسابكم بهذا الشيء، هسه شو نسوي؟ نضربها بالخلاط حتى شنو هاي تضيع كلها، تصير تتماسك بنفس الوقت. فهسه راح نضربها بالخلاط اصدقائي ونرجع لكم. هاي اصدقائي الخلاط، نضربها بالخلاط عفوا، نضربها هنا ونرجع لكم اصدقائي. اصدقائي شوفوا شلون ضربناها، لونها كلش حلو برتقالي اللي لون الجزر، وبنفس الوقت انه ثخينه تصير عندكم، واذا ما تدخن اكيد حطوا لها طحين ومي بارد. هسه شو نسوي؟ احنا راح نضيف لها مي، لان على مود ما حطيت لها مي هوايه، على مود بدي اضربها بالخلاط بسهوله. وهسه راح اخلي لها مي اللي هنا تقريبا هاني وارجع لكم. اليوم هنا راح نحط الطحين، هاي عندنا المي، مي بارد اهم شيء، كالت بصر هذا هياته، حط هنا على 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 عيونك، على عيونك حط على عيونك داخل. المهم حطه كله حبيبي كله. ابني ملزق. لك شو يلزق؟ هو مي بارد. يلا هسه خلطه زين. حلو.
دوبه كله يذوب يكون. حلو حلو زين. هسه انت قاعد من هذا ليش قاعد تهز من نانا؟ رزين كان التايب تعرف رمضان. يلا يمين يسار يمين يسار فوق تحت. لا كثير. يلا ذوبه ذوبه زين. وين احنا سوينا احنا رمضان من ناس اجدع بويد قلنا يا استغفر الله لازم الله يتوب علينا. هاي هاي الاطراف همشي ذوب الاطراف. حلو اصدقائي مي بارد هاي ليش؟ حتى تدخن عندي ال ال الشوربه. طبعا حاره كلش خلينا نشيلها من هنا. هاي اصدقائي الشوربه تغلي غلي غليان غليان. يلا هسه هنا وهذا الطحين داب عندنا. حلو يلا هاي تحركوها من اصدقائي. حلو حلو. شوفوا راسا تسمك عندكم بس تخلون الطحين وياه. طبعا ها على فكره هنا تخاف واحد يقول طعم طحين شو يصير بيها. لا ماكو لا طعم طحين ولا شو. شلون تخنت اصدقائي شوفوها هاي الشوربه المضبوطه زين. هسه شو نسوي احنا حاليا؟ نحط التتبيل البهارات مالتها اصدقائي. هسه حاليا نجي على التتبيل. طبعا نحط الملح نحط له باكيتات نصرف هنا. جوز الطيب اللي هي الموسكات. اصدقائي جوز الطيب مهمه بهاي الاكله بهاي الشوربه كلش طيبه طعمها. اوكي؟ عندنا ماجي سائل قلت لكم هذا اذا عندكم حطوه، ما عندكم لا تحطون شيء عادي ايضا. هذا ماجي سائل حطينا من عنده. زين هنا عندي الماجي. هذا ماجي خضار شوفوا. متخلون ملح انتبهوا على الماجي، الماجي ايضا مالح. زين اصدقائي عندي هنا هذا الحامض يعطي نكهه كلش طيبه. خلي هنا حامض يعطي نكهه وطعم كلش طيب. بعد ما خلصنا راح نخلطها شويه هنا بس نكسر الشغلات حتى نفس الكتل الماجي والبهار. دينكس دينكس ايوه دينكس بالالماني عن الاشياء. مو في السقف دينكس. زين هسه عندنا شنو هاي الكريمه السائله اصدقائي؟ عندكم كريمه سائله حطوا عندكم، ما عندكم لا تحطون. اوكي؟ عندنا حليب حطوا حليب، هل يصير هناك كلش طيب هاي الكريمه السائله هنا. اللي ما عنده كريمه سائله يقدر قشطه يحط بها ماء حليب ويذوبها تصير ايضا مثل الكريمه السائله، طعمها كلش طيب يصير، عرفوا قشطه طعمها طيب. وين؟ حطوا هسه هنا اخر شيء، دائما اخر شيء تحطون الكريمه السائله. ونخلطها. شوف شلون لونها كلش حلو طبعا وطعمها طبعا قد ما تصورون طيب. هاي الشوربه انصحكم تسووها ومفيده ونوع برمضان ما تظلوا على شوربه العدس. انا ترى اللي ما يعرفني دا اطبخ بمسجد هنا يوميا نفطر الصائمين طبعا 300 شخص 400 شخص عفوا ويعني يوميا اسوي لهم شوربه شكل يعني 30 يوم 30 شوربه شكل. واللي يريد يبحث عليه يكتب شوربه رمضان من الشيف سنان العبيدي حيطلع له الشوربات اللي هو شنو على لسانه راح يطلع له. شو يريد يكتب؟ عدس عندي عدس، عدس طريقتين عراقيه وتركيه عندي. شوربه بصل، شوربه خضار، شوربه البروكولي، شنو تريدون؟ المهم انا يومين اسوي لكم شوربه شكل. بس اصدقائي تخليها شويه على الخفيف نار هادئه ونذوقها نشوف طعمها شلون يطلع وياها. وهاي الشوربه اصدقائي كملنا شوربه الجزار ونقول لكم لا تنسون الاشتراك بالقناه. ولايك. تحياتي لكم. شوف سنة وين نوماني مع السلامة. سلم عديات شيخ حبيبي. صحتين صحتين. شلون الوضع؟ كله تمام؟ صحتين حبيبي. صورنا اخواني. شلون الشباب كله تمام؟ تمام حلو. يلا الحمد لله. هاي الشباب هنا الله يعطيهم العافيه يشتغلون ينظفون يكملون كل يجهزون تجهيز كامل حتى يطلع كلش نظيف. هذا اصدقائي المسجد مالتنا اللي نطبخ فيه هنا. هاي المناره مالتنا عندنا منارتنا تصير مربعه مدارية زين. وهاي الاضويه مالت الوان طبعا تبيع عندكم مو الوان يمكن بس هي الوان هاي كل ضوء لون شكل كلش حلو. ويعني جامع جديد مجدد يعني كل شيء بيه زين.
يلا وهذا هنا الجراج مال السيارات مالته، وهسه بالليل راح نروح نقول لكم لا تنسون الاشتراك بالقناة ولايك. مع السلامة.